المنتج طيب. المستورد يعني قلنا التجربه ودكتور خالد اكيد عنده اسئله واكيد عدوي كمان. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ انتوا هم يعملوا لنا التجربه اهو. ايوه اشرحوا لنا بس بتعملوا ايه. احنا بنحط هنا سلوشن احمر يعني اكنه بيمثل الدم. ده اكيد مش دم بس ده حاجه بتمثل الدم. في نقطه مهمه جدا برضو اخذنا بالنا منها لما بدانا نزود دكاتره الاسنان. احنا بالنسبه لقطاع الاسنان هننزل البرودكت بتاعنا اوريدي متقطع بحيث انه يقدر يدخل فراغات الاسنان على هيئه 1 كيوبس. تمام. لما واحنا ايديها بتترعش من التوتر دلوقتي المستورده بتبقى قطعه كامله كده فلما يعني بتتفتح بتفقد الاستيبلايزيشن بتاعها. شايفين كيوبز قد ايه؟ ده غير انه طبعا برضه لازم يبدا يبقى برضه بياخد وقت وبرضه بيحتاج يا جماعه دي هتخش وتتاكل ازاي يعني؟ هتبقى بايدوجريدبل حسب بقى. لو عمليه في الاسنان هيسيبها جوه بيبقى فيه بوكيت بيبقى فيه فراغات فلازم بيسيب حاجه جوه فدي هيسيبها وهتمتص جوه لحد ما الغشاء يكون نفسه تاني. طب لو عمليه خلع بس هيسيبها يمتص يمتص يوقف النزيف وترجع تاني. عملت عندي انا بس الفرق مش كبير قوي. هي الفرق بيبان مع الوقت يعني ده المستورد وده بتاعك ثواني بس عشان هو مش باين فبتاعك يعني شكله اسرع طبعا في الامتصاص بس دي يعني ممكن it takes forever يعني دي هتقعد لحد ما نخلص الحلقه ولسه مش هتمتص اي حاجه اللي هي يعني انت متخيله ان هم عاملين منتج مصري في العالم مش موجود؟ لا موجود. قالت ان هو موجود حاجات شبهه بتمتص بنسبه 40% بس اول حاجه في مصر وهيعمل منه مصنع في مصر. لازم بيحصل لها الاول ترطيب مسبق. من غير ترطيب مش هتمتص. مش هتمتص يعني لازم كنا نرطب دي عشان بالظبط. فاحنا دلوقتي بنتكلم على لا احنا المنتج بتاعنا لا هو مش محتاج ترطيب مسبق هو محتاج بس ان انت تاخدها من الـ من الـ من البوكس وتبدا تستخدمها على طول في العمليه الجراحيه. طب ولو عملت لها استرايل لو عملت لها فهي بتاعتهم فعلا لو عملت لها ترطيب مسبق حتى نمتص بقى بنفس سرعه بتاعتكم ولا هي ساعتها في مشكله اولا لان هي اوريدي امتصت من المحلول اللي عمل فيه ترطيب فبقتش 40 انا هجربها انا اهي دي المستورده ودي تبعنا بدات اهي تمتص من تحت وشويه دي المستورده اهي ممكن تشرح ودي اللي هي العاديه ودي بتاعتكم ودي بتاعتنا اشرحوا لنا بس الوضع بتاع الباتنت له مراحل. الباتنت ده ايشود ولا لسه ابلايد ولا خدتوا ديسكلوجر خدتوا يعني وصلتوا انهي مرحله في براءه الاختراع؟ احنا خلصنا الانوفيشن ديسكلوجر وعملنا فايلنج في يو اس بس شغاله عملتوا فايلنج يس خدتوا رقم يس معانا معاكم الرقم يس اوكي بس احنا بدانا البروسيس دي بالظبط شهر 9 مش اللي فات ده اللي قبله بقالنا بالظبط سنه وثلاث شهور هو بياخد على الاقل سنتين بالظبط على ما يبقى من 2 ل 4 سنين من 2 ل 4 انت معايا اهو مين اللي بيعمله لكم؟ في محامي بتاع باتنت في امريكا تبع الجامعه الامريكيه تبع الجامعه الامريكيه بالظبط في اتوني اوفيس في امريكا هو اللي ماشي معايا هو اللي ماشي معاكم فيها بالظبط وبصيتوا على ما يسمى بالكليمز يعني انتوا بتدعوا ايه اللي جديد في اللي انتوا عاملينه عن اللي موجود بالظبط ولقوا ما يكفي من الكليمز او الادعاءات اللي تقول ان ده مختلف عن اللي موجود في السوق دي حقيقه احنا عندنا نقطتين يا دكتور خالد مش بس ان احنا بتاعنا هو ليه سريع الترطيب كده لان هو هيدروفيلك محب للميه بالنسبه للحاجات المستورده كلها موستي اوكي استاذه لميس عايزه تتاكد بنفسها ان السفنجه بتاعتنا احسن من السفنجه المستورده لان الباتن في طريقه التصنيع ليه فرق واضح ان دي احنا حاولنا قبل كده في انوفيشنز كانت فيري سوفيستيكيتد لما جينا نعملها في الميدل ايست كانت محتاجه اكويبمنت رهيبه جدا فده وقفنا فالحقيقه ان كان في انتنشن الاختراع ده من يوم ما بدانا احنا نعمل طريقه تصنيع بسيطه فجي موسى معايا وهو ده الباتنت ان احنا الحقيقه قدرنا نوصل ده بطريقه تصنيع يعني هو بيتخانقوا معايا لما بقول فيري سيمبل عشان على اساس ان احنا تعبنا في الساينس ده بس ات ذا اند اوف ذا داي هي اتس نوت ذات يعني ات داز نوت كوست سو ماتش وتتعمل بالانفراستراكشر بتاعتنا هنا في الميدل ايست الحمد لله اللي بدايه ثواني بس خلينا نشرح عشان الناس اللي بتتفرج علينا يعني ادي اهي انا طلعت الاثنين في نفس الوقت بتاعتهم اهي سوفت خالص يعني اهي دي ودي لسه اهي يعني بصوا فيها لسه فيها لسه دي خلاص دي راحت بصوا اهي شايفين اهي ادي الفرق بين الاثنين بوضوح الاختراع مش في الخامه ولكن في طريقه التصنيع الاثنين في انواع الخامه جديده ده عبقري قوي الماده الرئيسيه لا هي ماده جيلاتين ودي اللي هي بتوقف النزيف بتعمل كاجليشن دي ستاندرد دي ستاندرد دي عاديه تحط ليها بوليمرز ثانيه مواد ثانيه هي دي دي اللي فرقت في ان هي استخدمنا كميه اقل
في الكروس لينكينج، الحاجه اللي بتعمل كروس لينكينج، بالاضافه ان هي سرعت الامتصاص بسرعه رهيبه، ان هي ما بقتش محتاجه ترطيب مسبق.